دي ناخدو لطيفة من الدار البيضاء. لالا لطيفة صباح الخير. صباح الخير اختي. كي صبحتي؟ الحمد لله شبعتو طويجنات. اييه مازال ما شبعناش طويجنات. ما كيشبعش منهم الانسانية كاع. لالا لطيفة صحتك اختي. الله يعطيك الصحة. تفضلي لالا لطيفة. انا عندك الطاجين ديال الشيفلور. طاجين الشيفلور. اييه غناخدو واحد الراس ديال الشيفلور بعدا هو الاول. راس الشيفلور. غنقطعو الشجيرات مقادين و نشدو نسلقوه مع شوية الماء ونحامض. اها. يعني بحال الطلافية الغالية بحال هكا يتغسل. اها. صافي نديرو يتقطر. عندنا اللحم على حساب نص كيلو ولا كيلو ولا روب. اها. عندنا شوية تحميرة. اللي كنقول شوية إما نص معلقة ولا معلقة صغيرة ولا معلقة ونص. هو كل واحد على حساب العطرية ديالو. أييه. ألو. نعم أنا نسيتي معاك. شنو نديرو التحميرة؟ البزار. بزار. خرقوم. سكنجبير. خرقوم. الملحة. سكنجبير. شوية القزبر حبوب مطحون هذاك ضروري يكون ديما الإنسان يدير شوية المروزية وسميتو يدير هذوك العلبات ديال أتاي مذهبين ويديرهم في الفريكو وقت ما بغا يجبدو. نعم. تبقى زوينين. الزيت ثومة. الزيت. عندنا مطيشة. ثومة. جوج مطيشات ولا ثلاثة. مطيشة جوج أو ثلاثة. ثلاثة البصلات وشوية القزبر ومعدنوس. ثلاثة البصلات والحامض مصير. القزبر معدنوس حامض مصير. صافي هادشي كنصبو المرة الأولى كنصبو في الطنجرة ولا الكوكو عاد كنردو في الطاجين. كناخدو نصبو نشمدو البصلة نديرو التوابل نشحرو اللحم نشحرو نغويو فيه طيب اللحم. مطيشة كنحكوهم ولا كنحيدو لها الزرع ديالهم ونقطعها طريفات. هذا كيتشحر كلشي حتى يطيب اللحم تنحسو بيه طاب. كناخدو بصلة جوج بصلات صلطناهم وحدة نشدوها نقطعها دواور في الطاجين. كنحطو دوك الحيمات. نعم. كنستفو داك الشيفلور كنخويو داك لاصوص ديال اللحم. كنخويو فوق الشيفلور صافي كنا نشعلو ما نديرو لا ما لا والو. صافي الشيفلور تيدغيا كيطيب واللحم راه طايب. كديري شويه الحامض مصير وكترشي بشويه المعدنوس من الفوق. زينو بالحامض والمعدنوس وبالصحه وراها تبارك الله عليك. راه كيجي بهذه الطريقه زوينه. شكرا لك لاله لطيفه وتحيه للناس ديال الدار البيضاء.